أشهد أن اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم واحمِ حوزة الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ووفِّق وسدد وألهم المسلمين في الهند، اللهم احفظهم وبارك فيهم وبارك في أموالهم وأعمارهم وبارك لهم فيما أعطيتهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، الله
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله خالق كل موجود ومفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان أحمده على ما أسال من وابل الآلاء وأزال من وبيل اللأواء وأسبل من جميل الغطاء وأمال علينا من كفيل الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من آمن به وأسلم وفوض أمره إليه وسلم وانقاد لأوامره واستسلم وخضع لعزه القاهر ودان وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد أصفيائه وخاتم أنبيائه محمدٍ سيد معد بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مرضاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون أحصن الجنة لزوم الكتاب والسنة على نهج سلف الأمة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي أخرجه الحاكم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لن تضل ما أخذت بالأثر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فاتبعوا نصوص الكتاب والسنة
وفهموها كما فهمها أعلام الهدى ومصابيح الدجى أصحاب القرون المفضلة السابقون الأولون المجمع على هدايتهم ودرايتهم، الذين لا يعدلون عن نصوص الكتاب والسنة ولا يعارضونها ولا يردونها ولا يقدمون عليها رأي أحد. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنما الحجة في الآثار. وقال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. فمتى قامت الحجة وظهر الدليل على خلاف قول المقلد فلا يجوز ترك النص الصحيح لقول أحد من الناس، فعظموا نصوص الكتاب والسنة وبجلوها وقدموها وتمسكوا بها وأظهروها وسلموا لها ولا تعارضوها. أيها المسلمون، من أصول الإسلام المحررة وقواعده المقررة محاربة البدع في الدين وردها والتحذير منها، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري. وعن العباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إياكم والتنطع والتعمق والبدع. وقال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. فالحذر الحذر أيها المسلمون، فكل عبادة لا دليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي طريقة مبتدعة وزيادة مقترعة ولو استحسنها من استحسنها، فاحذروا أن ترتكسوا في حمأتها أو تتدنسوا بضلالتها. أيها المسلمون، عظموا الله حق تعظيمه، واقدروه حق قدره، واعبدوه حق عبادته، ووحدوه حق توحيده، ولا تصرفوا خالص حقه لغيره، ولا تعدلوا غيره به. ومن حلف منكم فلا يحلف إلا بالله تعالى أو أسمائه أو صفاته. فعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. فلا يجوز الحلف بنبي أو ولي أو جني أو الكعبة أو الشرف أو رأس فلان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. ومن أصابه وجع أو مرض أو هم أو وقع به بلاء وضر فليلجأ إلى مولاه يدعوه لكشف ضره ودفع كربته وشفاء مرضه ودفع البلاء عنه، وليلتزم الأذكار النبوية والرقى الشرعية، وليحذر ما يفعله الطغام وبعض العوام من التعلق بالتمائم والعزائم، فيلبسون الحلق والخيوط وينظمون الودعات ويعلقون الحروز والعظام والخرزات، ويحملون أنياب الذئاب وجلود الحيوانات يعلقونها على الرقاب والدواب والأبواب، معتقدين دفعها الضراء ورفعها البلاء ومنعها عين العائنين وحسد الحاسدين. وكل ذلك شرك بالله تعالى، لأن تلك الخرافات والمعلقات لا تعصم من الآفات ولا تحمي من الأمراض والبليات، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو،
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا؟ فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها، فبايعه صلى الله عليه وسلم وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. أخرجه أحمد والحاكم. وعن عيسى بن حمران قال: دخلت على عبد الله بن عكيم أعوده وبه حمرة، فقلت: ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. أخرجه أحمد والترمذي. أيها المسلمون، احذروا الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والرمالين والعرافين والمنجمين وأهل الأبراج وقراءة الكف والفنجال والحازرين الذين يدعون علم المغيبات والكشف عن المضمرات، فإنهم أهل غش وتدليس وخداع وتلبيس، فاحذروا إتيانهم أو سؤالهم أو تصديقهم، فإنهم يشركون بالله ويستعينون بالجن وينادونهم من دون الله ويذبحون لهم ويأمرون الناس بالذبح لهم من دون الله عز وجل، إلى غير ذلك من دخائنهم الكدرة ودفائنهم القذرة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم. وعن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال جل في علاه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فما أحوجنا إلى إيضاح العقيدة الصحيحة وتبيينها وإظهارها وتقريرها وترسيخ معالمها وإشهار حججها وبراهينها. أيها المسلمون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الشريعة، وركن مشيد من أركانها المنيعة، رفع لوائه وإعلاء بنائه وإعزاز أهله، واجب معظم وفرض محتم. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن ظهور المعاصي والمنكرات وفشوها هو الداء العضال والوباء القتال وسبب حلول العقوبات والنقمات. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. أخرجه أحمد. وقال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمراً لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول الله: فإياي كنت أحق أن تخشى. أخرجه ابن ماجة. أيها المسلمون، احذروا المعاطب التي توجب في الشقاء الخلود وتستدعي شوه الوجوه ونضج الجلود، واعلموا أن الدنيا سم الأفاعي وأهلها ما بين منعي وناعي، دجنة ينسخها الصباح وصفقة يتعاقبها الخسار أو الرباح، ما هي إلا بقاء سفر في قفر أو إعراس في ليلة نفر، كأنكم بها مطرحة تعبر فيها المواشي وتنبو العيون عن خبرها المتلاشي، فلا تغتروا فيها بقوة أو فتوة، فما الصحة إلا مركب الألم، وما الفتوة إلا مطية الهرم، وما بعد المقيل إلا الرحيل إلى منزل كريم أو منزل وبيل. فادلفوا إلى باب التوبة والإنابة، واقطعوا حبائل التسويف، وامحوا سوابق العصيان بلواحق الإحسان، وحافظوا على الصلوات 5 المفروضة حيث ينادى بهن، ولا تتخلفوا عن الجماعة إلا عن عذر، فإن من الخيبة والشقاء أن يسمع الرجل النداء فيتخلف في بيته ولا يجيب. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى
وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أخرجه مسلم. وأدوا زكاة أموالكم، وانفحوا بالعطاء، وانضحوا بالبر والجود، وأعينوا الضعيف، وأغيثوا اللهيف، وارحموا الأرملة والمسكين واليتيم والفقير، وصلوا من قطعكم، واعطوا من حرمكم، واعفوا عمن ظلمكم، فليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وبروا آباءكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تتعاملوا بصفقات الربا الخاسرة وزياداته الظالمة ومضاعفاته الفاحشة، واحذروا جحد العقوق والتلاعب بأثمان السلع والغش والنجش والتطفيف في المكاييل والموازين، واحذروا أموال اليتامى والأوقاف والوصايا أن تأكلوها ظلماً وعدوانا، وأحسنوا إلى نسائكم وزوجاتكم، وقوموا على أولادكم بالتربية والتأديب والتوجيه والتهذيب والنفقة الشرعية اللازمة، وعاملوهم باللطف والعطف والمحبة والشفقة والرحمة، وطهروا بيوتكم من المحرمات وآلات اللهو والطرب والخمور والمخدرات، وصونوا ألسنتكم عن الغيبة والنميمة والسب والشتم والطعن واللعن والقذف والزور والبهتان، واحفظوا فروجكم عن الزنا واللواط وسائر الفواحش والآثام، وطهروا قلوبكم من الغل والحقد والحسد والكراهية والبغضاء، وإياكم ومجالس الفسوق والفجور، واحذروا الخصومات والمشاحنات، واقبلوا المعذرة وأقيلوا العثرة، ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. واعلموا أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. فتصافحوا يذهب الغل، وتسامحوا تذهب الشحناء، تآلفوا ولا تنافروا، تقاربوا ولا تباعدوا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. واعلموا أن دين الإسلام دين عدل ورحمة وإحسان وسلام، دين يسعى للخير للبشرية جميعا، ويحرم الظلم والعدوان على الآخرين في أموالهم وأعراضهم ودمائهم. وقد توعد دين الإسلام المعتدين بالعقوبات الأليمة في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.